هذا الزعيم، هذا نادي العربي اللي يبي يلعب يلعب هنا. لما تبي تسكر لا تسكر مع الزعيم، لان هذا نادي العربي، هذا بطل الدوري وجايينكم، جايينكم يا الكويت، جايينكم. ما تقدر على الكويت كابتن، الكويت راح نقدر عليهم ورب الكعبه، واقول لك اياهم راح نلعب وراح نجيهم، مو الكويت انا اللي مسؤول، الدياي راح نجيكم. راح تصوم 3 ايام ولا تطلع معيش مساكين؟ راح اصوم 6 ايام اذا فازوا علي. فرحه اكيد، ليش؟ الفرق الصغيره دائما هي مسكره، ما لعبنا الجيم الثاني ولا دقيقه، ما لعبنا. بس الفوز على اليرموك بهالفرحه، الكويت شو تسوي؟ لا الكويت عادي، احنا نبي الكويت. ليش؟ لان الكويت فريق كبير يلعب، يفتح الملعب. يفتح الملعب. والامانه هو فوز اوكي الحمد لله، استانسنا، بس انا مو مستانس، انا عن نفسي كعربي مو مستانس. ليش؟ لا انا ضد يرموك 2-1 اخر دقيقه، انا راح ابار الكويت السوبر وراح ابار الكويت الدوري. عندي قسم ثاني، وعندي كاس امير، وعندي كاس ولي عهد، وعندي كاس الاتحاد الاسيوي. يعني خايف؟ طبعا لا ما اقص عليك، انا خايف. هذا فريق لنهايه الموسم، اذا طلعنا اذا على فريق اللعب هذا لنهايه الموسم اذا الرابع، لازم كل جمهور العرب يصلي ركعتين. كان مستوى العربي للامانه المحترفين السنه هذه جدا سيء، بس السنوسي اللي اشوف اللي فارق معاهم، الباقي لابد انهم يلاحقون نفسهم في، اذا ما جابوا محترفين دوري صعب عليهم. يعني كان الانفراد لو حاطين هدف سكر وكان فاز اليرموك. شو كنت تتمنى كغتساوي؟ تعادل او خساره. ما كنت تبي العربي يفوز؟ لا اكيد ما فوز. تخاف من العربي الحين؟ لا ما اخاف منه، بس هو اقرب واحد لي، هو اقرب واحد لي انا كغتساوي. ما يخالف افوز، بس هذا مو فوز. انا مع الصغار افوز كذي، مع الكبار تالي شو بسوي القسم الثاني. لعبتك جايه من الكويت؟ ما يخالف الكويت ولا غيره، توافيج يعني، عرفت؟ خايفين من الكويت؟ لا لا ايش حق اخاف منه؟ مو راضي عن النتيجه، الفوز اكيد على اللعب مو راضي، فزنا فزنا بس مو راضي على اللعب. في لعب احلى، في لعب احسن، مستواهم طايح، شلون بنروح سوبر؟ كاس سوبر شلون؟ كويت ما راح نقدر على الكويت ذا اللعب. العربي مدرسه فن ولعب وهندسه، والكل يتعلم من الزعيم العرباوي، اوليتهم القدساوي وبعديهم الابيض الكويتاوي، ولا شو حقيقه هاي؟ الجيم الجاي مع الجيم الجاي مع الابيض الكويتاوي فزنا، اعطيك اياها 90% الى 95% اللقب العرباوي. وإذا ما فزت؟ اذا ما فزت للكويت، هاي هي الحقيقه. هي مباراه الموسم حتكون بين العربي والكويت باخر جوله من القسم الاول. يمكن الجمهور يكون غلطان، وانا ما ارضى بالغلط، انا يعني اتكلم حقاني. اذا جمهور العربي غلط بحق الفضلي، اتمنى انه يسامحنا الفضلي ويعذرنا. يعني الجمهور يعني مو معصوم عن الغلط، والجمهور مو واحد، جمهور العربي، جمهور العربي وايد، في الزين وفي المو زين. هذا أرضاء أرضاوي كبير، أرضاوي كبير. تشجع عربي؟ كبير. شنو لابس فيه تحت هذه؟ قول صدق.